أهلا بكم في استعراض أحداث هذا الأسبوع في أكاديمية تعليم التداول للمستثمرين. يحاول طاقمنا من المحللين والموظفين كل أسبوع مساعدتكم على فهم الأحداث الرئيسية المقررة في السوق خلال الأسبوع المقبل. ينبغي أن يكون الأسبوع القادم حافلا جدا مع الأخذ بعين الاعتبار أنه منتصف الشهر. سوف تبدأ الاثنين المفاوضات المكثفة مرة أخرى مع اليونانيين، وهناك احتمال كبير بأن تختلف مجموعة اليورو مع اليونان بسبب ضغط ألمانيا على اليونان للالتزام باتفاقاتها السابقة. ويحب المسؤولون اليونانيون احتلال العناوين، لذلك من المتوقع أن يكون هناك الكثير من التقلبات في السوق. تحاول حكومة جديدة في البلاد وعلى رأسها حسب سيريزا المناهض لخطة الإنقاذ إعادة التفاوض على اتفاق إعادة هيكلة ديونها مع الدائنين في منطقة اليورو. وفي وقت مبكر من يوم الاثنين وخلال الجلسة الآسيوية ستعلن اليابان عن تقديرات الناتج المحلي الإجمالي. من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة سنوية البالغة 3.7% في الربع الرابع مقارنة بالربع السابق الذي انكمش فيه الاقتصاد بنسبة 1.9%. ويعتقد بنك اليابان بأن الاقتصاد في حالة انتعاش في أعقاب ارتفاع ضريبة الاستهلاك في نيسان، ولقد رفع نتيجة لذلك توقعات النمو لعام 2015. ويأتي الحدث الرئيسي الإضافي هذا الأسبوع يوم الأربعاء، حيث سيتم الإعلان عن محضر اللجنة الفيدرالية. سوف ينشر البنك الاحتياطي الفيدرالي محضر اجتماع سياسته النقدية لشهر يناير، ولقد أشار البنك الاحتياطي في هذا الاجتماع إلى أنه لا زال ينظر في إمكانيات رفع أسعار الفائدة هذا العام، وهو الذي سيشكل أول ارتفاع منذ عام 2008. ويتوقع البعض أن أحدث تقرير وظائف أمريكي قد عزز احتمال ارتفاع المعدل في يونيو، ولكن البنك الاحتياطي الفيدرالي يعمل في بيئة تضخم. ويتخلل هذا الأسبوع أيضا مجموعة واسعة من الأحداث، بما في ذلك تقرير أرقام التضخم وأرقام البطالة في المملكة المتحدة، إلى جانب محضر اجتماع بنك إنجلترا والذي قد يحصل على الاهتمام بعد خطاب محافظ كارني في الأسبوع الماضي. سوف يستكمل بنك اليابان يوم الخميس اجتماع السياسة النقدية، والذي لا يتوقع التجار أن يصدر عنه أي إجراءات تذكر. سوف تصدر يوم الجمعة مجموعة من تقارير مؤشرات مديري المشتريات من اليابان ومنطقة اليورو والولايات المتحدة.